بعد من الشح من أدى حق الشرع وحق المروءة الذي أدى زكاة ماله برئ من يعني خرج من الشح وأدى حق الشرع لكن الذي لا يكرم الضيف ولا يعطي في النوائب ولا ينفق ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى هو لم يبرأ ولم يبتعد عن البخل لأنه أدى حق الشرع وما أدى حق المروءة